بعد عقد من الفوضى بدأت ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، وذلك بعد انتخاب سلطة تنفيذية موحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل. إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني انقسامات حادة مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها تبدو مهمة عسيرة. ففي الغرب توجد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتخذ طرابلس مقرا لها وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والإمارات. عبد الحميد دبيبة الذي شغل مناصب مهمة في ظل نظام معمر القذافي الذي سقط عام 2011 انتخب رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وحصدت قائمته 39 صوتا من أصل 73. وسيكون أمام دبيبة المنحدر من مصراتة 21 يوما كحد أقصى لتشكيل حكومته، و21 يوما آخر لنيل ثقة الفرنسيين البرلمان، أي بحلول 19 من مارس على أبعد تقدير. كما تم تعيين مجلس رئاسي يضم 3 أعضاء، حيث فاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس، وللمنفي نائبان هما موسى الكوني المنتمي إلى الطوارق وعبد الله حسين اللافي الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية بغرب ليبيا. ترحيب واسع لاقته هذه الانتخابات في كل أنحاء العالم، ووصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها تمثل اختراق بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار. كما انضمت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الترحيب بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن الطريق لا يزال طويلا. ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة تواجه تحديا كبيرا بعد أكثر من 40 عاما من حكم ديكتاتوري أفسح المجال أمام العنف والصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي، وذلك في ظل صعوبة كبيرة ستواجهها في ممارسة أي نفوذ في شرق البلاد أو في غربها. حول التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي الليبي في المرحلة الانتقالية وأدوار مختلفة للقوى الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة، وربما أدوار يعني غير محمودة قد يخشى منها على أي تعقيدات في هذا المسار اللي شفنا طبعا بشاير لإيجابياته وأصداء إن شاء الله اللي حان المسعى عن قرب في المشهد الليبي، يدور حوارنا التالي ومعي ومعكم في هذا اللقاء الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك أستاذ خالد. أهلا وسهلا بك يا فندم، قلوب شاهدينك. أهلا بحضرتك. طبعا تابعنا ميلاد سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا بكل ما تمثله هذه الخطوة، إشادات بها عربيا ودوليا، لكن أسئلة كثير بتطرح نفسها، منها إزاي الحكومة هتكون مطابقة للمواصفات، طبعا المواصفات كتير واستثنائية بالنظر لما واجهته ليبيا في الفترة الماضية، ولعل من الأولويات في هذه المرحلة هي توافق القوى السياسية من جانب وتوحيد المؤسسات الأمنية من جانب آخر بالإضافة لملامح أخرى. مبدئيا حضرتك شايف المشهد الليبي ازاي على هذه الخلفية؟ وطبعا بعد تحية على حضرتك وعلى كل مشاهدينك، طبعا احنا كأي حل سياسي بيطرح في أي أزمة عربية بنتمنى ونأمل أن تكون انفراجة لهذه الأزمة ومسار جديد للدخول في مرحلة الدفء السياسي ما بين الأطراف، سواء الأطراف الليبية أو غيرها من الأزمات العربية. لكن على الصعيد الشخصي ربما أتخوف وأحاول أن أهدأ داخليا حينما أتحدث عن الشأن الليبي، وخصوصا بعد هذه الانفراجة الجديدة التي طرأت علينا منذ أيام قليلة، نظرا لأنه نحن نعيد نفسنا مرة أخرى إلى المربع الأول. هذه هي الحكومة الانتقالية أو المرحلة الانتقالية الثالثة في عهد الدولة الليبية الحديثة ما بعد 2011. هذه أيضا انفراجة سياسية بعد سنوات من الحرب والدمار والخراب على الساحة الليبية. هذه أيضا بادرة أمل ربما تلوح في الأفق، وربما أيضا يعني تكون أكثر صعوبة مما مضى، لأننا نتحدث عن
إشكاليات موجودة في المشهد الليبي، نتحدث عن مرور لابد أن يمر منه الحكومة الانتقالية الجديدة إذا ما تم تشكيلها، وهو مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب الليبي. هنا أتحدث عن أزمة ربما تكون في هذا الأمر، لأنه خلينا نقسمها يا أستاذ خالد، التعويلات والمخاوف، تحب تبتدي بإيه؟ كلها يعني طبعا هو يعني إحنا التعويلات والأمل أنه يكون في فعلا داخل المشهد الليبي قوة وطنية تسعى بالفعل إلى حلحلة الأزمة والوصول إلى انفراج حقيقية في المشهد، وانتشال المواطن الليبي من أزمته التي ربما يعني عاناها على مدار أكثر من 10 سنوات وما زال يعانيها، وربما حتى يخرج من هذا النفق أو يخرج من هذا النفق ربما يحتاج إلى سنوات طويلة أيضا حتى لو كانت هناك أزمة يعني حل لهذه الأزمة. هذا تعويل وهذا أمنية وهذا رجاء، ونتمنى أن نكون عند يعني حسن ظننا في هذا الرجاء مع هذه البادرة، وإن كانت البادرة كما قلت لحضرتك يعني تلوح في الأفق بأنها مبشرة، ولكن نحتاج وقت ربما يزيد عن 17 يوما إذا ما أو أكثر، لأننا نحتاج إلى 42 يوم منذ بداية الخروج للنور. القوى اللي في الصدارة حاليا والشخصيات اللي أفرزها التصويت طبعا بعد طول انتظار، واللي هيكون عليه مسارات الأمور بناء على الحراك النسبي اللي حصل في ليبيا، بيكرس بشكل أكبر للهواجس ولا للأحلام؟ يعني خلينا اللفظين ربما يكونوا أصعب من بعض، ولكن يعني إحنا مش عايزين نصدر المشهد الأسود، لأنه ليبيا طبعا يحكمنا معها تاريخ ويحكمنا معها جغرافيا، ولابد أن نحترم التاريخ والجغرافيا في أي بادرة أمل. ربما نكون عند حسن الظن حينما نعبر عن أفراحنا وأمنياتنا، لكن هل بالأمنيات تتحرك الشعوب ويتم حل حالة الأزمات؟ أعتقد أننا في هذا العالم الذي مررنا به، وخصوصا في هذه التحديات التي تمر بالإقليم العربي والدولي، لا ينفع معها إلا الوطنية والرغبة الحقيقية في الداخلية لإنهاء الصراعات وإنهاء الأزمات. ربما كان يعني الشخصيات التي خرجت إلى المشهد وتصدرت المشهد خلال هذه الأيام للدخول في حكومات ربما لها ما لها وعليها ما عليها، هذه يعني هذا يعني قولا واحدا، هذه الشخصيات لها ما لها وعليها. أنا لا نستطيع أن ننكر أن هناك يعني شخصيات وطنية في الدولة الليبية، ولا ننكر أيضا أن هناك شخصيات ترتبط بأجندات خارجية، وهذه الأزمة التي تتصدر في المشهد الليبي وخصوصا بعد أن سقطت شخصيات في الانتخابات التي أجريت في الملتقى الليبي في جنيف، كان ينظر إليها بأنها تحسب على أطراف دولية وإقليمية، وأيضا شخصيات ربما لا يحكمها قرارها من نفسها. لكن دعينا نتحدث عن التفاؤل. حضرتك بتفسر بأن تجدد يعني الثقة فيها من جديد، يعني أو يفسح لها المجال أثق هو أخرى إلى ما تعزي ذلك؟ ده الطبيعي، ده الطبيعي، لأن هم دولة المتشدرين للمشهد. في نفس الوقت الأمم المتحدة كانت تسعى إلى ضرورة لم الشمل، وإن كان لم الشمل على خطأ، يعني أنا مش هقدر في الأمم المتحدة أقول خالد محسوب على طيار فلان والطيار دوت مصنف إقليميا ودوليا وعالميا بأنه إرهابي، وأقول له ما ينفعش أن أنت تيجي تحضر الملتقى المصالحة إلا إذا كنت أنا متحيز لطرف من آخر. الأمم المتحدة أردت أيضا أن هي تضع نقطة بيضاء في تاريخها الأسود في الأزمة الليبية بأنها تتحدث عن انفراجها في الأزمة الليبية. أنا بتكلم أكتر عن أنه دعينا يعني نشعر بالتفاؤل ونقول أنه خلاص يعني في يعني مجلس أو سلطة تنفيذية جديدة في المشهد الليبي انتخبت بشكل أو بآخر من 74 شخص على مستوى ليبيا اللي هم أعضاء الملتقى الحواري الليبي، هم 75، ولكن توفي أحد المشاركين في تونس وأصبح ليهم حق التصويت 74 واحد. وبالتالي أنا أعتقد أنه حينما تفرزي من دولة بحجم ليبيا 74 شخص على كافة الأطياف، أنت بتحاول أن أنت تلملم الأمور وتدخلي في منعطف أكثر دفئا من الصراعات اللي موجودة. لو هناخد أستاذ خالد ملمح لا غنى عنه، ألا وهو توحيد المؤسسات الأمنية، إيه اللي تم فيه وإلى أي مدى يبدو ذلك في المتناول، خاصة بدونه لا يستقيم الحديث عن أي تطور ملموس حقيقي في شأن ليبيا؟
بالنظر طبعا لحالة عدم الاستقرار اللي بتشهدها ليبيا من فترة مش قليلة. يعني انا اقدر اقول لحضرتك انه المؤسسه العسكريه الوحيده اللي انا اقدر اعول عليها هي الجيش الوطني الليبي، اللي هو على قدر المستطاع قدر ان هو يلملم نفسه ويبعد عن الصراعات السياسيه لحد كبير. كان يهدف في المقام الاول القضاء على الجماعات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه، وكان يسعى الى استقرار الدوله الليبيه بشكل او باخر مع اطيافها السياسيه، ولكن الانقسام الذي ظهر في الجغرافيا الليبيه وحاله يعني عدم انخراط الجغرافيا الليبيه كلها في قلب واحد، واصبح هناك سلطه في الشرق وسلطه في الغرب، وهنا تحكم بقانونها وهنا تحكم بقانونها، هو ده اللي ادى الى الخوف على المؤسسه العسكريه. لكن انا لا انكر ان هناك شعب ليبي يرغب في جيش ليبي قوي ويؤمن بالقياده الليبيه الموجوده حاليا، والتي ايضا خرجت بشكل او باخر من المشهد السياسي وباركت كل خطوات العمل السياسي، سواء كان في القاهره هنا اعلان القاهره، او حتى في السخيرات في المغرب، او حتى في تونس، او حتى في جنيف، او حتى في الغردقه بالقاهره. كل المحاولات السياسيه التي سعت اليها الاطياف الليبيه كان الجيش يعني قوه دافعه امامها معها، ويدفع الى ضروره ان يكون في لملمه. لكن التخوف الواضح الان هو فكره هل سنعيد التاريخ مره اخرى وتعرقل بشكل او باخر القوى السياسيه ايضا المطروحه او الموجوده في مجلس النواب الليبي المنتخب والذي يعترف به العالم كله؟ هل ربما تحدث عرقله لتمرير الحكومه الجديده اذا ما شكلت بقياده عبد الحميد دبيه، ام ستكون هناك يعني انفراجه وتمر هذه الحكومه؟ وهنا استطيع وقتها حينما اجلس معك مره اخرى في هذا النقاش ان اقول لك انه ربما نذهب إلى قريب من الشط السلام وشط الاستقرار. لكن إذا ما عرقلت، وشيء متوقع لأنه بنتكلم على رئيس برلمان كان أحد الأطراف التي شاركت في الملتقى وكان مرشح بقوة معه مجموعة من يعني الأعضاء الأخرى، ولكن لم يحالفه الحظ. يعني تشكيلة لا تؤشر إلى توافق المنشود بين القوى الليبية المختلفة في الوقت الراهن. أكيد أكيد، ويمكن يعني احنا بنحاول وده دورنا كدوله مصريه وكحتى متابعين للشان الليبي سواء العرب او اقليميين، ان احنا نزج في انه هذا توافق وهذا شيء يؤشر، لاننا عايزين ندفعهم ونديهم قوه، وده شيء مطلوب في هذه المرحله، لانه اذا لم يعني يستغل الكيان السياسي الليبي بكل اطيافه هذه المرحله سنعود الى مرحله اخرى. هل ممكن المسار السياسي يمضي قدما مع عدم تحقيق التسوية الأمنية كما ينبغي أن تكون؟ عشان أكون محددة بشكل أكبر، واحد من التحديات الكبيرة اللي بتواجه ليبيا في هذه المرحلة هو إخراج الميليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية. صحيح. الأفق المستقبلي لهذا التطلع حضرتك بتشوفه ازاي؟ صحيح، هو يمكن كان في أحد القوائم لو كانت مررت ونجحت كان ممكن يكون عندها قدرة أو بوادر أنها تحل نفسها من الصراعات الإقليمية، لكن يعني كان بينظر لها ايضا ان هي تتبع لجماعه ارهابيه، جماعه اخوان ارهابيه اللي موجوده، او جماعات تحسب على فصيل بعينه. وايضا حتى التركيبه الصوره التلفزيونيه الجديده التي خرجت الى النور ايضا يعني يشبه بشكل او باخر بعض العلاقات مع يعني تيارات اسلاميه او تيارات ارهابيه او تيارات رفعت السلاح ضد الدوله الليبيه. لكن استطيع ان اقول لك ايضا المؤشرات التي ربما ذهب إليها الجيش الليبي هو فكرة أنه بدأ يتعاطى مع هذا المشهد، بدأ يعني يسعى إلى فتح الطرق مع الشرق والغرب، بدأ يمد إيده للقوى السياسية اللي ممكن تكون مطروحة وتكون موجودة وتقدر تحلحل الأزمة العسكرية والأمنية، بدأ يفكر بأنه إحنا على استعداد أن إحنا نحافظ على الدولة الليبية ونحافظ على القوى السياسية أيضا اللي موجودة. لكن أنا بقول لحضرتك أنه التخوف أن إحنا نعود مرة أخرى إلى الملتقى مرة أخرى ونطلب منه أن يعطي الثقة لهذه الحكومة، هنا أعتقد أنه ستكون أزمة سياسية كبيرة، لأنه مؤشرات الحكومة التي تحكم في الشرق وهي حكومة عبد الله الثاني التي قالت أنها على استعداد أن تسلم السلطة في حالة واحدة وبشرط وحيد، أن يمنح الثقة للحكومة الجديدة من خلال مجلس النواب. وهنا أنا أتحدث عن هذا الخطر، أنه إذا يعني اضطررنا بشكل باخر، لان الميثاق الذي وجد في الامم المتحده وخرجت منه هذه السلطه، انه اذا فشل مجلس النواب
في إعطاء الثقة للحكومة التي ينتوي تشكيلها محمد عبد الحميد دبية، سنعود مرة أخرى إلى ملتقى جنيف. وهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أشاد بهذه الخطوة، لكن في ذات الوقت يعني ما بين السطور لا دي خطوة صعبة. لتصريحاته نقرأ أن في تحفظات وفي لا مخاوف طبعا بالفعل هذه لو لدى عدنا إليها مرة أخرى أعتقد أننا سنعود إلى الذي نحن فيه الآن، وهو حكومة جديدة معترف بها دوليا تتمسك بالسلطة، ولكن إلى أين تذهب؟ بعيدا عن الإشادة، دور الأمم المتحدة نفسها كمنظمة يجب أن تحتوي هذه الصراعات وأن هي تسير إلى ما لا يحمد عقباه في ليبيا. على سبيل المثال يعني سؤال أيضا ربما يطرح نفسه، البعثة الأممية هل تستطيع ضمان إخراج القوات التركية والمرتزقة من إقليم طرابلس في ليبيا على سبيل المثال؟ لا أعتقد الأمم المتحدة ربما دائما وأبدا اعتدنا على هذا الأمر وللأسف الشديد، وده ما يؤرق العالم العربي والإقليمي، أنها تريد دائما وأبدا مد الصراع وتدويل للأزمة والعمل على الحلول السياسية، لكن في بعض الأحيان كما حدث في ليبيا في عام 2011 ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ أعطت نيتو حق الضرب لقوات القذافي. الآن وبعد 10 سنوات هل يمكن أن يكون هناك تدخل دولي مرة أخرى؟ هذا ما يرفضه العالم العربي ونرفضه نحن في مصر، أن تكون هناك وسيلة عسكرية للقضاء على المرتزقة. لكن أنا أعتقد أنه هناك أمور أخرى ربما تظهر في الأفق خلال الأيام القليلة القادمة، أنه يحدث حالة من أستطيع القول أنه من الجذب والشد والجذب ما بين الأطراف القوى السياسية، ويبقى الأمر في هذه التوقيت أو هذا التوقيت إلى الأمم المتحدة. هل ستنسحب من المشهد وتقول أن الشعب الليبي لا يرغب في حل الأزمة؟ لو يتحلى الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية أفتكر أضرار كتير ممكن نتجنبها، ويلات كتيرة طبعا جدا طبعا في ده إذا إذا وأنا لا أشكك في هذا الأمر، أن هناك شخصيات وطنية في الشعب الليبي والقوى السياسية الليبية تحتاج فقط الى ضروره التركيز. يمكن انا اقول لحضرتك على انه كان في انفراجه في الدستور، يمكن يعني الدستور وكتابه الدستور الليبي الجديد المزمع كتابته خلال فتره قليله ومن ثم اجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الجاي المقبل، كان هناك انفراجه في هذا الامر، انه كان هيعودوا الى الدستور 2017 حينما تم التوافق على هذا الامر في مباحثات ومحادثات الغردقه. لكن بعد ان اعلن عن توافق ليبي من خلال الأمم المتحدة وإعلان عن سلطة تنفيذية جديدة، أصبحنا الآن نتحدث عن ضرورة كتاب دستور جديد أو على الأقل تصحيح مسار الدستور الحالي، وده أزمة كبيرة جدا، لأنه هناك أطراف موجودة في السلطة التنفيذية لديها أجندة للدستور ولا ترغب أن يكتب الدستور بطرق يعني تحقق مصالحها. وأول شيء يطلب في الشارع الليبي والشارع السياسي الليبي والشارع الوطني الليبي هو ضرورة أن تكون مواد الدستور كاتبة ومانعة وقاطعة لعدم وجود أي قوة سياسية أو قوة عسكرية على الأراضي الليبية، وللأسف طبعا لا يخشى فقط من الأطراف الداخلية ولكن أيضا من الأطراف الخارجية طبعا الإقليمية، ومن الوساطة نفسها تكون مطابقة لمواصفات احترام السيادة واحترام قيم كثيرة جدا، ويذكر دوما في هذا السياق النموذج المصري في التعاطي مع الأزمة الليبية وحرص الدولة المصرية على احتواء هذه الأزمة ودعم الحل السياسي في ليبيا ودعم سيادة الدولة الليبية والاستقرار لأهلها وشعبها. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شرفتني. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، ختم لقائنا معكم النهاردة في من القاهرة، لقاءاتنا متكررة يوميا على شاشة قناة النيل الأخبار، وفقرتنا أيضا تتواصل معكم بعد قليل جولة مع صحافة الغد بصحبة الزميلة سحر صبري. إلى اللقاء، وأترككم في رعاية الله. We'll be right back.